السلام عليكم. لا يمر يوم إلا ونسمع أخبار اليمن الذي طحنته الحروب والصراعات، فما بين جوع يتهدد الشعب اليمني إلى الاضطرابات وعدم الاستقرار، وصولا إلى حالة التشرذم التي يعيشها أبناؤه، ولا حل جذريا يلوح في الأفق رغم المناشدات العربية والدولية التي نسمعها هنا وهناك من أنه لا بد من إيجاد مخرج جاد وفعلي لهذه الأزمات المتواترة التي ألحقت الضرر الجسيم بالشعب اليمني الذي ينتظر الحلول وعينه ترنو إلى بصيص من الأمل كي يتخلص من حالة التذبذب والانحدار، سواء من النواحي السياسية والأمنية والاقتصادية التي أصبحت الشغل الشاغل لكل يمني يعيش على هذه الأرض التي كان سابقا توصف بأنها سعيدة. لأول مرة منذ بداية الصراع في اليمن انطلقت في العاصمة العمانية مسقط مفاوضات جديدة بين الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي بشأن الأسرى والمختطفين بشكل علني، برعاية مكتب المبعوث الأممي واللجنة الدولية للصليب الأحمر وممثلين عن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية. فيما بينت صحيفة عكاظ السعودية أن هذه المفاوضات تشمل أيضا الملف الاقتصادي، وذلك عقب قرارات حكومية اقتصادية اتخذها البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، وهي قرارات اعتبرها عبد الملك الحوثي بمثابة إعلان حرب من السعودية. وضمن هذه المعطيات نطرح مجموعة من التساؤلات: ما تداعيات حرب اليمن على المستوى السياسي والأمني والاقتصادي؟ بعد 10 سنوات على حرب اليمن، من الذي يحكم اليوم؟ وهل هناك حل جذري يرضي الأطراف المتفاوضة في مسقط؟ هذا ما سنناقشه مع ضيوفنا في برنامج حديث العرب لهذا الأسبوع الذي يحمل عنوان معاناة شعب أنهكته الصراعات، ماذا ينتظر اليمن السعيد؟ سيكون معنا ضيفا في الاستوديو الباحث اليمني ورئيس مؤسسة يني يمن الإعلامية في اسطنبول الدكتور صالح الجبري. دكتور صالح، مرحبا بكم. مرحبا بكم، حياك الله. وسينضم إلينا عبر سكايب أستاذ علم الاجتماع في جامعة صنعاء الدكتور عبد الباقي شمسان. دكتور عبد الباقي، حياكم الله. حياك الله، لا وسهلا. وأيضا عبر سكايب الباحث في العلاقات الدولية عادل المسني. أستاذ عادل، مرحبا بكم وحياكم الله في قناة الرافدين. حياك الله. مشاهدينا الكرام، نذهب إلى فاصل قصير ونعود بإذن الله. مشاهدينا الكرام، نناقش في هذا الأسبوع من برنامج حديث العرب معاناة شعب أنهكته الصراعات، ماذا ينتظر اليمن السعيد؟ طبعا أجدد الترحيب بضيوفنا في الاستوديو وعبر سكايب. أبدأ معكم دكتور صالح، يعني ما الذي يجري في اليمن هذا اليوم؟ اليمن هناك انحدار على المستوى الاقتصادي، هناك جوع يتهدد الشعب اليمني، من الذي يتحمل مسؤولية ما وصل إليه الشعب اليمني وهو يعاني الأمرين في هذه الأيام؟ شكرا جزيلا لكم ولقناة الرافدين على اهتمامها بالقضايا العربية ومنها القضية اليمنية، وشكرا للضيوف الدكتور عبد الباقي والأستاذ عادل المسني. ما يحدث في اليمن لا يخفى على كل عربي، الذي ينبغي أن يعرف أس المشكلة. نعم. يعني ما الذي حدث في اليمن؟ يعني المشكلة أن الكثير أو البعض ينظر إلى النتيجة ولا يعرف ما هو الأسباب. يعني السبب الأول في ما حدث في 21 سبتمبر
21 أي ما يقرب من 10 سنوات انقلاب ميليشيات حوثية مدعومة من إيران على دولة شرعية، يعني من داخل صعدة إلى العاصمة صنعاء بتواطؤ من بعض يعني فلول النظام السابق، وحتى استلمت زمام الدولة في العاصمة صنعاء، وأيضا تواطؤ من الأمم المتحدة المبعوث الأممي جمال بن عمر. وهذه مصيبة اليمنيين، كل المبعوثين الأمميين إلى اليمن للأسف الشديد يعني كانوا صوتا أو بوقا لميليشيات الحوثي. هذه الانقلابات هي التي استدعت طلب الرئيس هادي آنذاك التدخل التحالف العربي المملكة العربية السعودية وبعض الدول، حصل اللي حصل. واليوم يعني هناك ما يقرب من 300 إلى 500 ألف قتيل كما تقول بعض الإحصائيات، هناك الجوع والفقر. هذه الميليشيات الإيرانية سواء إيران أو أذرعها ما دخلت في بلد إلا أهلكته ودمرته، ما نراه في العراق، ما نراه في سوريا للأسف الشديد، ما نراه في اليمن، أي مكان دخلته إيران هذه النتيجة. كان عندنا في اليمن مستوصف يعني باسم إيران، يعني كان يسمى بالمستوصف الإيراني، لم نرى منه إلا بعدها اكتشفنا عبارة عن وكر للوصول الخبراء الإيرانيين واللبنانيين والسلاح، وظهر ذلك جليا عندما انقلبت الميليشيات على الشرعية الدولية المعترف بها. هذه الميليشيات حتى يفهم المشاهد العربي لم يعترف بها أحد على مستوى العالم. طيب. العالم يعترف بدولة شرعية. بعد 10 سنوات هناك الآن ما يقرب من 70 إلى 75 من مساحة اليمن تحت سيطرة الدولة الشرعية، وهناك ما يقرب من 20 إلى 25 هي تقودها تحت سيطرة ميليشيات الحوثي الإيرانية. لكن الكثافة السكانية يعني ما نسبته 70% تحت سيطرة مناطق الحوثيين، و3% من الشعب اليمني تحت سيطرة أو تحت حكم الدولة الشرعية. المخرج الآن ما نراه اليوم للأسف الشديد، هناك الآن يعني كما يقال هدنة، يعني هي غير رسمية للأسف، هي هدنة هكذا قيل أنها هدنة. الآن الحرب متوقفة، الحوثي يعني في مناطقه، ولكن بين فترة وأخرى يقوم باعتداءات على بعض المدن اليمنية مثل مأرب مثل تعز، من أجل كما يقال يعني يريد أن يوصل إلى فلسطين وإلى غزة عن طريق مأرب وعن طريق تعز، كما عمل حزب الله يعني في لبنان يريد أن يوصل إلى القلمون وإلى حلب وإلى كذا عن طريق المدن السورية. وحصل اللي حصل. هذه هي المشهد الموجود الآن في اليمن، ميليشيات تدير مساحة من اليمن، هذه ميليشيات مدعومة من إيران، وهناك دولة شرعية اتفقنا مع سياستها واختلفنا لكن تظل دولة، وهناك للأسف بعض الجهات أو الذين كانوا في إطار التحالف للأسف كونوا بعض الميليشيات التابعة لهم كميليشيات المجلس الانتقالي في بعض المحافظات الجنوبية، ومنها مثلا مدينة عدن، وهذه تدعمها دولة الإمارات. نأمل إن شاء الله سبحانه وتعالى أن يعود اليمن سعيد وأن يتفق اليمنيون، وهناك اليوم في حوار في مدينة مسقط لعل أن نسمع أخبارا طيبة. دكتور عبد الباقي شمسان، على المستوى السياسي هناك من يقول أن اليمن قطع أشواط متقدمة عندما شكل حكومة مؤقتة في العاصمة اليمنية عدن، هل هذا كفيل باستقرار الأوضاع برأيكم؟ أولا تشكيل الحكومة يعني هناك تبعت استراتيجية، لأنه بقاء اليمن يعني تغييب الدولة عن الجغرافيا وإضعافها كان هدفا استراتيجيا لدول الإقليم وبموافقة وتواطؤ من المجتمع الدولي. ولهذا ستلاحظ أجبر الرئيس السابق عبد الرب منصور هادي على البقاء في السعودية لسنوات، كما منع البرلمان من عقد جلساته في الداخل، كما تم إضعاف وإيجاد مؤسسات منافسة للسلطة القضائية، بمعنى أن رأس الدولة خارج الجغرافيا، حكومة كانت غير قادرة على التحرك في الجغرافيا، السلطة التشريعية غير قادرة على عقد جلساتها في الجغرافيا، السلطة القضائية يتم إيجاد نادي قضاء وإضعافها حد الاختفاء، بمعنى أن هناك كانت استراتيجية إضعاف السلطة حد أنها تفقد قدرتها على ممارسة السيادة، وهذا ما حدث. الجيش الوطني تم تأثيث ميليشيات بديلة
ومنافسة له، بمعنى أنك أوجدت الأحزمة والنخب إلى جانب الميليشيات الحوثية الشيعية، وبالتالي أنت أوجدت كيانات عسكرية وميليشياوية بديلة للجيش الوطني. هذا كله نتيجة للسياسات دول الإقليم ولما يخطط لليمن. ولهذا تشكيل حكومة ستلاحظ حتى في اتفاق الرياض 1 واتفاق الرياض 2 تم تقاسم السلطة المدنية، بمعنى أنك تتقاسم بين الشمال والجنوب الوزراء، لكن لم يتم تنفيذ الشق العسكري والأمني. بعبارة أخرى، أن توجد للحكومة والسلطة ما يسمى بقدرتها على ممارسة العنف الشرعي، أي أنها هي التي تطبق سيابة القانون في جغرافيتها. هنا ستلاحظ أن الأهداف الإقليمية تم بالتواطؤ مع الدول المهيمنة على القارة الدولي، لأن هنالك تخطيط دولي مرتبط، هو في العراق مرتبط ما يجري بسوريا ولبنان، بمعنى أن اليمن ينبغي أن تكون رخوة ومتعددة السلطات، بحيث أنه تأتي إلى المنطقة الأساطيل وتتدخل الولايات المتحدة وبريطانيا وبعض الدول الأوروبية حتى في الجغرافيا، نظرا لضعف السلطة ونظرا لعدم قدرتها على ممارسة إدارة شؤون المواطنين. هذا لأن هناك طريق الحرير، وهناك أيضا الثروات النفطية، وهناك إيجاد تخويف وتهديد دول المنطقة، وبالتالي هي بحاجة إلى تجديد الاتفاقيات التسليح، الحماية الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى أن هذه الجغرافيا المنتشرة من حزب الله على سوريا، على اليمن، على الميليشيات في العراق، تؤدي إلى أن هنالك خطر إيراني ينبغي أن نتجه باتجاه إسرائيل، وبحيث يكون لدينا تحالفات لمواجهة هذا المد. إذن ما يحدث في اليمن هو صحيح أن الدول الإقليم كانت لها مصالح، ولكن أيضا لاحظ اليمن تحت الفصل السابع، لدينا ممثل الولايات المتحدة الأمريكية، لدينا ممثل الأمم المتحدة، لدينا الرباعية، إذن وسلطة ضعيفة. حتى هذا المجلس لا يعكس الإرادة الوطنية، ويعكس تقسيم نفوذ الدول الإقليم على الإدارة. طيب وبالتالي عندما تأتي بمجلس على هذه الشاكلة وغير قادر على إدارة الحياة اليومية، هناك تهديدات، وهناك أيضا الحفاظ على الحوثيين. إذا نحن أمام أخشى أن هذه الاستراتيجية ستؤدي إلى من خطط لها، خاصة من دول المنطقة، إلى نعم كارثة دكتور، لن نعم. تتوقف. طيب أستاذ عادل، نتناول الحديث عن المفاوضات التي استضافتها سلطنة عمان بشأن الأسرى والمختطفين، وأيضا هذه المفاوضات شملت الملف الاقتصادي. في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ اليمن، هل يمكن التعويل على مثل هكذا مفاوضات التي تجري لأول مرة بشكل علني بين الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي؟ أنا أتصور بأن هذه المفاوضات هي تعكس الضغوط الداخلية التي تعرض لها الحوثيين. هناك إجراء اتخذته الشرعية فيما يتعلق أيضا بالبنك المركزي، وهذه قضية ضاغطة جدا على الأوضاع الاقتصادية في الشمال، وتهدد أيضا بانهيار الحالة الاقتصادية هناك. وبالتالي أنا أتصور بأنها أحد العوامل الرئيسية التي أجبرت الحوثي لأول مرة طبعا في الدخول بالمفاوضات مباشرة مع الشرعية، بينما كان دائما يرفض هذا التوجه ويريد ويطلب دائما التفاوض مع المملكة العربية السعودية. أنا أتصور بأن اليوم هناك حاجات ملحة غيرت من مواقف الحوثيين في هذا السياق. أيضا يمكن نقول ان هناك توازن فيما يتعلق ايضا بالعلاقه بين الميليشيا الحوثيه والشرعيه اليمنيه. طبعا الحوثي ايضا يستند الى بعض النفوذ والنجاحات والمكاسب التي حققها من خلال ايضا استغلال واستثمار قضيه غزه، وايضا العمليات في البحر الاحمر كلها. وايضا الشرعيه لديها ايضا قضيه مركزيه ورئيسيه ومهمه، وهي قضيه البنك المركزي. نتصور بان هذا التوازن هو الذي دفع
الأطراف إلى التوجه إلى عمان، ومن ثم أيضا حاجة دول الإقليم المتضررة أيضا من اتساع رقعة الصراع، بالذات فيما يتعلق أيضا بالعمليات بالبحر الأحمر. هذه العمليات بلا شك الجميع يدرك بأنها في ممر مهم جدا وفي البحر الأحمر وعلى قرب من باب البندر الذي هو نقطة ارتكاز أساسية في الملاحة الدولية، وتؤثر بشكل مباشر على التجارة العالمية. والجميع يدرك بأن آثار هذه العمليات على أيضا حركة الملاحة وعلى الشحن وغيره، وبالتالي دول المنطقة، دول الخليج، عمان، مصر، إيران، كل الدول متضررة بشكل كبير من هذا، وكذلك الاتحاد الأوروبي والصين بشكل أساسي. وبالتالي أنا أتصور بأن هناك جهود اليوم تدفع باتجاه احتواء هذا الصراع وتحقيق ثغرة في جدار الحرب في اليمن. نعم دكتور صالح، نبقى في خضم هذه المفاوضات. المفاوضات تجري لأول مرة منذ الصراع بشكل علني، جلسوا على طاولة المفاوضات الحكومة اليمنية وأيضا ميليشيات الحوثي. هل تعتقد أن هناك حل جذري سينبثق عن هذه المفاوضات؟ هناك من يشكك بصدقية وفعالية الميليشيات الحوثية. نحن اليمنيون نعرف بأن ميليشيات الحوثي منذ عقدين من الزمن، يعني منذ الحرب الأولى بينهم وبين الدولة في عهد النظام علي عبد الله صالح في 2004، لم يلتزموا بأي اتفاق. يعني تصور يعني بالأمس يختلي يعني كل الأحزاب والمجلس القيادة والمجلس النواب والحكومة كلهم يعني طلبوا بشكل رسمي من المفاوض للدولة أن يكون الأستاذ محمد قحطان على رأس، محمد قحطان سياسي وقائد في حزب التجمع للإصلاح، وهو يعني عند الحوثي منذ 9 سنوات، كان هذا مطلوب يعني على رأس القائمة المطالب مثله مثل بقية المعتقلين. ومع هذا الحوثي بالأمس يعني يقول نحن نريد الحوثي القحطان مقابل 50 حوثي، ثم يقول إن كان يعني حيا 50 وإن كان ميتا 50 جثة. نعم. يعني الحوثي يكذب في كل مفاوضاته وفي كل اتفاقاته. حتى قبل الحرب كان هناك أكثر من 70 اتفاق بين الدولة وبين الحوثي، بين القبائل وبين الحوثي، بين الأحزاب السياسية، لم يلتزم بها مطلقا. يأتي بمبررات، يعني حتى انقلابه على الشرعية كان مبررات الجرعة والغلاء في الأسعار وكذا، والآن الشعب اليمني يعني عانى يعني آلاف المرات من من الجرعة. الآن الشعب اليمني في حنق وفي ضيق، وصل من العسر، وصل من الجوع. يعني تصور يا أخي 8 سنوات الموظفين لا يستلمون راتب في تحت ميليشيات الحوثي، بينما الشرعية يستلمون مرتباتهم. نعم. إذن هناك كان هناك يساوي من الناس أمل بأن نجد الآن في هذه المفاوضات منفذ ومخرج، لكن الحوثي للأسف الشديد يأتي بتوجيهات إيرانية كل بين كل لحظة وفترة ونقاش، يخرج ويقول تمام ثم ينقلب وعلى هذه اتفاقيات، ولا أدل من ذلك اتفاق ستوكهولم. يعني كان هناك المطلوب في تسليم ميناء الحديدة، لكن ضغوط هناك بريطانيا يعني ضغطت على الحوثي وعلى الشرعية أن لا يسلم ميناء الحديدة ويبقى مع ميليشيات الحوثي. نعم. تجبي الأموال والضرائب وما إلى ذلك. نحن كنا وما زلنا نؤمل بأن هذه المحادثات الآن بين الدولة الشرعية وبين هذه الميليشيات أن يخرج الناس إلى اتفاق، كما قيل الكل مقابل الكل، كل الأسرى عند يعني عند الدولة الشرعية وكل المعتقلين عند الحوثيين. للعلم أن عند المعتقلين عند الحوثيين كل المعتقلين أخذهم من بيوتهم، قلة قليلة أخذهم من الجبهات، لكن كل الذين عند الشرعية كلهم من المعتقلين الذين أخذوا من جبهات القتال، وهم طبعا بالآلاف، يعني بالآلاف، سواء كانوا أحياء وفي جثث، وفي قيادات كبيرة أيضا من ميليشيا الحوثي موجودة لدى يعني الشرعية. لكن هل ميليشيات تحس بمعاناة الشعب اليمني؟ هل تحس بمعاناة حتى أفرادها؟ يعني نعم. يعني تصور ما في أسرة من أسر ميليشيات الحوثي إلا وعندها قتيل أو أسير أو يعني أخذ أو نعم. يعني عانى معاناة كبيرة، لكن هؤلاء للأسف الشديد
يتعنترون، والآن جاءت ما يسمى بدعم فلسطين وبالصواريخ وكذا، هذه كل الفقاعات والخزعبلات، وظنوا أن الناس يعني قد يعني سيقفون معهم، بل زاد الضغط والسخط الشعبي. طيب. لأنهم يعرفون أن نعم. ميليشيات الحوثي ميليشيات كذابة، وأن هذه عبارة عن ضحك على الدقون. دكتور عبد الباقي، كما تفضل الدكتور صالح، إذا كانت الميليشيات تكذب وهي غير جادة في عمليات المفاوضات التي جرت، دكتور صالح قال بأن هناك أكثر من 70 مفاوضات قد أقيمت بين الحكومة الشرعية وبين ميليشيا الحوثي وغيرهم طبعا من الأطراف، إذن ما الغاية في الجلوس على طاولة المفاوضات إذن؟ بالنسبة هنا في عنصرين. العنصر الأول، هناك توجه دولي كما تعلم للحفاظ على الحوثيين، كما هو الحال الميليشيات في الشيعية في العراق، لأن عودة المنطقة إلى ما قبل الدولة الوطنية، بمعنى أن يكون العراق، بدل كنا نتحدث عن الدولة القومية والبعث، ثم أصبحنا نتحدث عن سنة شيعة كراد يزيديين، يعني هذه القبائل، بمعنى أنك تضعف هذه الدولة حتى في يصبح هناك تمثيل للمناطق، تمثيل للجماعات، بحيث أنك لا تصل في النهاية إلى تشكيل دولة. ولبنان معطلة، وسوريا واليمن الآن تم الحفاظ على الحوثيين بحيث أنهم يريدون أن تكون هذه المنطقة الحيوية من عدن والممرات الدولية هشة لوجود الأساطيل، وهي الآن موجودة. بالنسبة للحوثيين أدركوا ذلك، وبالتالي هم الآن كلما ذهبوا لأي مفاوضة هم يجددوا شرعيتهم. لاحظ الآن عبثية هذا اللقاء في سلطنة عمان، هذا يعني هناك تهديد للملاحة الدولية، هناك عملية إرهابية، هناك تهديد للأمن الدولي، هنالك تهديد للمنطقة، ثم يذهبون إلى مسقط للتفاوض، بمعنى أنك تمنح الحوثيين صفة طرف من أطراف النزاع وليس جماعة إرهابية كما هي مصنفة. الحوثيين يتعاملون مع ملف الأسرى من زاوية واحدة فقط، هو تجديد شرعيتهم كطرف من أطراف النزاع والاستثمار هذا الحضور، ولكن لا علاقة للمشروع للذهاب نحو، بمعنى كثير من الطروحات تقول أنها هذه المفاوضات هي تعبير عن حسنية، خطوة أولى باتجاه، لا، هم يفصلون ذلك، يستفيدون من وقت، مزيد من ترص الصفوف، مزيد من كسب العلاقة الدولية، لأن مشروعهم السياسي مرتبط بالاستراتيجية الإيرانية للمنطقة، بمعنى مرتبط بالملف النووي، مرتبط بحصة إيران في المنطقة، مرتبط بما يحدث في فلسطين وما يحدث في لبنان، بحيث أن لا يمكن لهم أن يذهبوا منفردين. حتى الآن هم يقوموا بهذا الدور يعني أحد الفاعلين المحليين الذين يدار من إيران. لذلك مشروعهم يقوم على بمعنى أنهم الأحق بالسلطة وأن لديهم تفويضا إلهيا. كيف يمكن لجماعة تعتقد أنها صاحبة الحق الإلهي وأنها هي ينبغي أن تحكم وهي فوق المواطن وفوق اليمنيين ولا يمكن تحتكم للدستور؟ كيف يمكن أن نذهب في حوار مع هذه الجماعة؟ بمعنى أنك مسبقا تدعوني، بس أكمل أعطي نفس المساحة، يعني تفضل فأنت تدعوني إلى حوار، ومسبقا أنت تدرك جيدا أنني لا يمكن يعني أن أقوم بمناصفة السلطة. انظر إلى إيران الآن، هناك الولي الفقيه وهناك انتخابات من نفس اللون، هنا في اليمن يعني نفس المشروع، وبالتالي أعتقد أنهم يكسبون مزيد من الوقت. هناك تقريبا مخطط لليمن أن تبقى بمعنى لا دولة، بمعنى أن توجد مناطق جغرافية وفيها مثلا ميليشيات أو قوات شرعية، وهناك الحوثيين وهناك المجلس الانتقالي وهناك سلطة يعني نظرية لا تمتلك كثير من إدارة الشأن العام لفترة طويلة جدا. خلال هذه الفترة سيتم حل المسألة الإيرانية، سيتم وجود الأساطيل واستمرارها، سيتم دخول الأمريكان إلى الجغرافيا اليمنية، سيفتح الملف السلام، هناك قضايا أيضا مرتبطة بما يحدث في غزة وبيروت. إذن اليمن أصبحت الآن تدار، يعني لا تمارس سيادتها، القرار يصنع في دول الإقليم سواء إيران أو دول الخليج، وهنالك تواطؤ دولي لبقاء الوضع كما هو عليه. طيب
أستاذ عادل المسني، صحيفة عكاظ السعودية تحدثت قبل أيام عن مفاوضات مسقط، وقالت بأن هذه المفاوضات ستشمل طبعا بالأحرى فضلا عن موضوع الأسرى والمختطفين، ستشمل الملف الاقتصادي، وذلك بعد قرارات اتخذها البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن. ولكن عبد الملك الحوثي زعيم ميليشيا الحوثيين اعتبر أنها بمثابة إعلان حرب من قبل المملكة العربية السعودية. ما الذي جعله يصرح مثل هكذا تصريح أستاذ عادل؟ طبعا هو القرار خطير بالنسبة للحوثيين، وأنا أتصور بأنه هو السبب الرئيسي الذي دفع بالحوثيين للذهاب إلى مسقط. والهدف الرئيسي طبعا من الزيارة لعمان هو يعني تحقيق اختراق في هذه المسألة. الواجهة طبعا تبادل الأسرى، لكن في العمق هي القضية الاقتصادية وقرارات البنك المركزي الذي يؤثر بشكل كبير على مجريات الأحداث الاقتصادية في الشمال. بالتالي الوقت ضيق، البنك أعطاهم شهرين، والآن الوقت يعني لم يتبقى الكثير من هذه الفترة، بالتالي هذا هو السبب الضاغط وراء احتياج الحوثيين لإيجاد حل لمسألة الإجراءات الأخيرة المتعلقة بالقرارات للبنك المركزي اليمني. أتصور بأن هناك حوار يدور حول أن توحيد العملة والبنك وإيقاف الاستهداف الحوثي للموانئ النفطية والسفن المحملة بالنفط، ومن ثم أيضا تتخلى الشرعية عن هذه القرارات ويذهب الطرفان إلى اتفاق حول توحيد العملة والبنك المركزي والرواتب. أنا أتصور بأن هذا هو الهدف الرئيسي من هذا اللقاء، وهذا طبعا برعاية من المملكة العربية السعودية ودولة عمان. وأنا أتصور بأنه سيكون هناك اختراق في هذه المسألة طالما هناك تفهم إقليمي لهذه المسألة. الأمر الآخر يتعلق أيضا يعني جوهر الصراع في اليمن. الجميع يدرك بأنه من يرسم العلاقات والتوازنات في الإقليم هو النظام الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي من الصعب تحقيق أي حل لهذه الأزمات المحتقنة في المنطقة دون أيضا يعني رغبة هذه الدول الكبرى. الدول الإقليمية هي أدوات للولايات المتحدة الأمريكية، والأطراف في اليمن هي أدوات للأدوات، وبالتالي يصعب تحقيق اختراق كامل أو تحقيق سلام شامل في اليمن بعيدا عن المخططات الدولية. طيب دكتور صالح، دكتور عبد الباقي الشمسان يعني تحدث عن إيران، ولكن لابد من الوقوف عند هذه الجزئية وهذه النقطة. المراقبون يتفقون معكم جميعا بأن ميليشيا الحوثي هي غير جادة في الوصول إلى حل جذري يرضي الأطراف المتفاوضة، وذلك لأنها تأخذ القرارات المصيرية المتعلقة باليمن تأخذها من إيران. هناك من وصف الحوثيين أيضا بأنهم وكلاء إيران الإقليميين في المنطقة، ما دقة هذه الرؤية؟ شوف، منذ البداية عندما سقطت العاصمة صنعاء بيد ميليشيا الحوثي، هناك أصبح الآن معروفة، الآن مر على الحرب في اليمن 10 سنوات يعني، والتصريحات وما تقامت به إيران واضح جدا عندما تكلم أحد القيادات في الجيش الإيراني بأنه سقطت العاصمة الرابعة بيد إيران. الدعم الإيراني وزيارات القيادات الحوثية إلى إيران في كل التفاوض مع الشرعية يأخذون التوجيهات، وبعد ذلك يعني يمضون بحسب توجيهات إيران. الدعم الذي تم من خلال اكتشافه من خلال التحالف والدولة والولايات المتحدة، هناك سفن عسكرية وكانت موجهة إلى الحوثي في أكثر من مرة. نعم. يعني هناك شواهد كثيرة، يعني بعد 9 أو 10 سنوات من الحرب، بل أن الآن قيادات الحوثية ترفع صور قاسم سليماني هذا المجرم وحسن نصر الله وغيره من القيادات وال يعني المرشد الإيراني على في شوارع صنعاء. نعم. وعلى
وفي بيوت القيادات الإيرانية هم يتكلمون بكل وضوح بكل صراحة، يعني يقولها نحن هذه إيران دولة إسلامية ومن حقنا أن يكون لنا مع تفاهم معها ودعم منها، مثل ما قالها حسن نصر الله في أكثر مرة بأن إيران هي من تدعم عسكريا وماليا وسياسيا وأمنيا يعني حزب الله. فبالتالي يعني لا أعتقد هناك من يشكك بأنه ما زالت يعني ميليشيا الحوثي يعني هي من نفسها، لا هنا بل هناك خبراء من إيران يعني تم قتلهم في 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 مناطق سيطرة الحوثيين. نعم. وكان هناك شخص مسؤول عن العاصمة صنعاء ويعني تم قتله في على أبواب مدينة مأرب. هناك قبل أيام تم قتل قيادات إيرانية كبيرة يعني في مدينة الحديدة، وتكلمت الشرعية ونشرت الأسماء، بل الصحف الإيرانية ذكرت أسماء بأن هؤلاء قتلوا في اليمن وكانوا في يعني في دعم لوجستي يسموهم الأقلية الحوثية في اليمن. وبالتالي إيران لها ذراع كبير وخطير جدا في المنطقة، هناك الميليشيا الحوثي، هناك حزب الله في لبنان، هناك الشيعة في العراق الحشد، وهناك في سوريا، يعني هذه كله من أجل أن يكون لها أن يعني تخلق توازن مع الولايات المتحدة بأنها هي الأقوى والأفضل يعني لخدمة المشروع الغربي في المنطقة العربية. بس سلمون العرب، نعم. أحكم العرب وأحكم المنطقة العربية، وأعرفوا مني يعني كيف أبيد يعني كل هؤلاء وكل السنة وكل من يعني يطلب دولة مدنية ومساواة بين أبناء الشعب اليمني أو انتخابات ديمقراطية إلى آخره. فبالتالي إيران لا يستطيع أحد، نحن كيمنيين اكتوينا كثيرا من إيران عبر ذراعها ميليشيات الحوثي الإيرانية، وما زالت حتى اللحظة يعني للأسف الشديد توصل لهم السلاح، وهناك خبرة لا زالوا. تذكر في بداية انقلاب الاستلام الحوثي للسلطة في صنعاء، هناك فتح قرار للطيران المدني في اليوم يعني 4 رحلات ذهابا وإيابا. نعم. بالله عليك. نعم. يعني من سيذهب من اليمن إلى إيران، أو من سيأتي من إيران إلى اليمن؟ يعني ما الذي يربطنا بإيران أصلا؟ يعني ما يعني هي سويسرا ولا أمريكا؟ نعم. ولا دول الخليج؟ صح. يروح اليمن يشتغل ويعمل في دول الخليج؟ لا، هؤلاء كانوا عن عبارة تدريب من ميليشيات الحوثي قيادات وأفراد وكذا يدربون في إيران، ويأتي قيادات من إيران واضحة يا أخي. يعني صح. الآن صح. السلطة والمطار صنعاء في المراحل الأولى كانت بيد ميليشيات، يعني حتى شهر مارس حتى دخول التحالف في هذه الفترة من سبتمبر يعني حوالي 6 أشهر، هذه يعني جلبت قيادات كثيرة وقيادات عسكرية من إيران ومن حزب الله من لبنان، بل أن قناة المسيرة وقنوات أخرى تابعة لله هي موجودة في الضاحية الجنوبية في 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 لبنان وبتمويل إيراني. يعني أصبحت قضية واضحة يعني، والدعم واضح وهم يتكلمون بكل صراحة يعني. طيب نعم دكتور عبد الباقي، يعني بالنسبة للحديث عن الأسلحة، الحوثيون مستمرون في الحصول على الأسلحة والصواريخ البالستية وأيضا الطائرات المسيرة من إيران كما ذكر في ذلك السفير الأمريكي. بهذا يكون، وأنت أستاذ في علم الاجتماع، بهذا يكونون أي الميليشيات الحوثية هم أصحاب الكعب الأعلى في المفاوضات الجارية مع الحكومة المدنية، وبالتالي هم بعيدين جدا عن توقيع أي اتفاق سلام مع حكومة عدن. هل هذا الطرح صحيح دكتور؟ طبعا، لأن طرح يعني أكاديمي وطرح منطقي، لأن معروف عندما تريد أن تقضي على دولة عليك أن تقوي أو تحل ما يسمى إحلال اللاعب غير الدولة، بمعنى نان أكتور ستيت، فاعل غير الدولة، كما هو الحال في لبنان. حزب الله يمتلك السلاح، يمتلك الميليشيات، يمتلك المال، إذن عطل الدولة برمتها. ولهذا ستلاحظ أن أنا دائما لا أتحدث بنظرية المؤامرة، ولكن كان هناك توجه لبقائهم، ولهذا بقى البنك المركزي حتى 2016 تقريبا في صنعاء وتحت إدارة الحوثيين، استولوا على 4 مليار ونصف وأكثر، واستولوا على كل يعني المحفظات المالية للمؤسسات الخدمية والاجتماعية اليمنية. هذا المال الذي أخذ تم فيه تمويل الميليشيات، تم فتح فيها شركات خارج اليمن بحيث يكون لهم تمويل في حال انقطعت هذه الحنفية، يتم
تمويل هذه الجماعة من خلال مشاريع وشركات خارج الجغرافيا اليمنية. هنا ستلاحظ أن الغرب يعلم مسبقاً، هو صحيح أنه يلقي القبض على بعض الأسلحة، إلا أنه يترك بعضها يذهب إلى صنعاء، وهم أيضاً لديهم يعني طرقهم البرية والبحرية، وأيضاً وجود الخبراء في صنعاء يتم تركيب القطاع في الجغرافيا اليمنية وتجميعها، إضافة إلى التهريب المباشر. وهناك جماعات ويعني ولجان كاملة وفرق كاملة مهمتها تهريب السلاح إلى اليمن، إضافة للسلاح الذي تم الاستيلاء عليه إثر الانقلاب. هناك السلاح الحرس الجمهوري، هناك أسلحة الدولة برمتها. بالتالي عندما المجتمع الدولي وممثلي الأمم المتحدة واتفاقية الرياض 1 و 2 تنقلك إلى واحد، أولا إيجاد اتفاقية ستوكهولم بمعنى أنك أوقفت استعابة الحديدة، زي الآن في هذه اللحظة يتم يعني استقبال الحوثي والتفاوض معه، كل هذه العمليات تجدد شرعيته وتقضي على القرار 2216 الذي يتحدث عن الخروج من المدن، تسليم السلاح. ولذا ستلاحظ فتحوا طرقات في مدينة تعز المحاصرة منذ 9 سنوات، وبدأوا الآن يضعون خنادق، ومن المحتمل توجد خلايا نائمة داخل المدينة تعز للاستيلاء عليها. وكذلك هم يستعدون أيضا حتى للانقضاض على مأرب ورغم والاستعداد لذلك، لأنهم يريدون التوجه نحو المناطق الجنوبية، لديهم فائض قيمة أو فائض قوة من السلاح. لذلك هناك مؤامرة على اليمن، بحيث أن الآن الحديث عن 2216 أصبح من الماضي، نحن الآن نتحدث عن اتفاقيات جديدة، عن القطع مع المبادرة الخليجية، بمعنى المبادرة الخليجية أصبحت الرياض 1 والرياض 2، ومن هنا أصبحت السلطة غير متناغمة منقسمة. ثم نتحدث عن ستوكهولم، ثم سنتحدث عن اتفاقيات أخرى مع الحوثيين. هذا كله يقطع جملة وتفصيلا مع المرجعيات الثلاث، وهذا لصالح الحوثيين، لأن لا يمكن لك، حتى هم لديهم حوار كما هو إيران، بيقول لك لمن نسلم السلاح، هذه سلطة شرعية طرف ونحن طرف، لا توجد دولة، لا توجد سلطان. المجلس الانتقالي سيقول أن ما يحدث مع الحوثيين وسلطة شرعية شان شمالي، إذن هنالك تواطؤ إقليمي، بمعنى أنك أضعفت السلطة وأوجدت بديل لاعب غير الدولة في المناطق الجنوبية، يعني يقوم بمؤاكلة الدولة والسلطة الشرعية. هنا الحوثيين يؤكلون في المناطق الشمالية، وهناك طرف آخر من داخل السلطة يأكلها. هنا تصبح السلطة بعد ذلك ما هي أمام المجتمع الدولي ضعيفة، غير قادرة على ممارسة السيادة. ولديك طرف لديه مشروع يعني طائفي سلالي، ولديه أسلحة، ولديه وهنا أضيف إلى جملة أخرى، ليس فقط السلاح هو عامل القوة، لقد تم شراء كل العقارات في منطقة عقارية تمتلك الأراضي وأراضي، واستولوا على أراضي الدولة والأوقاف وصنعاء تقريبا 70% منها أراضي أوقاف. تم تأسيس الاستيلاء، يعني استيلاء على الشركات وإيجاد شركات جديدة يعني مسيطرة على السوق. نعم. وبالتالي هناك مليارات الريالات وملايين الدولارات تذهب إلى هذه الجماعة. أصبح مسيطر على قوة في السلاح، وهناك حاجة خطيرة، إعادة تشكيل الذاكرة النشئة، بمعنى أنك الآن خلال 10 سنوات في جيل جديد تقوم بإعادة تشكيل. نعم. ذاكرته. نعم. بالولي الفقيه وبحقية الحكم، وهناك الذاكرة القديمة يتم إحلال مفاهيم جديدة وإلى. طيب. كثير يعني هناك. طيب دكتور، أستاذ عادل، فيما يخص المجتمع الدولي، هناك من وصف المبعوث الأممي أن دوره اقتصر ويقتصر على الإعلان عن مضامين الخريطة، كيف تقيمون، كيف تنظرون إلى دور المجتمع الدولي في القضية اليمنية؟ أولا يمكن النظر إلى القضية اليمنية بمعزل عن بقية القضايا العربية. أنا أتصور بأنه القضية اليمنية تشبه إلى حد كبير
العراق وسوريا وغيرها ولبنان، يعني هناك اختطاف كامل للدولة كما هو في العراق، وأصبحت أسيرة لهذه البلدان للتدخلات الأجنبية، وبالتالي لا يمكن الحديث عن مكونات في الداخل بقدر ما تمثل هذه الأجندات الخارجية. وبالتالي أنا أتصور بأنه الولايات المتحدة الأمريكية اليوم في سياق الصراع الدولي وحرب أوكرانيا ونمو الصين، ومن ثم ايضا يعني التحديات التي نشات من خلال الربيع العربي واليوم طوفان الاقصى اثرت على الهيمنه الامريكيه في المنطقه بشكل كبير، واشتدت الحاجه اليوم للعوده من جديد للمنطقه، وهذا يظهر من خلال الوجود المكثف للولايات المتحده الامريكيه في البحر الاحمر والمتوسط والخليج وغيره، ما ايضا لتعيد ضبط التحديات، ومن ثم ايضا يعني مواجهة هذه التحديات، وأيضا الصين في نفس الوقت في المنطقة، وظاهر هذا من خلال أيضا عملية التواجد في البحر الأحمر هو الهدف منه إيذاء الصين وقطع أيضا التواصل أو عملية الربط بين الصين وأيضا جغرافيتها الاقتصادية في العالم. وبالتالي نتصور بأنه اليوم الصراع يحتدم على في بعده الإقليمي والدولي، وهذا ايضا يشكل يعني احد ضرورات التواجد الامريكي الذي يعيد رسم الهيمنه من جديد والسيطره والتحكم في المنطقه. طيب دكتور صالح، بعد 10 سنوات من حرب اليمن، الشعب اليمني يعاني الامرين، يعاني تحت وطأة الجوع والحرمان، الأوضاع الاقتصادية والمتردية، النظام السياسي غير مستقر. وأعتقد أنكم قبل أيام كنتم في ندوة كان عنوانها من الذي يحكم البلد اليوم؟ أجدد هذا السؤال، من الذي يحكم اليمن؟ والله سؤال كبير. اليمن يحكمه الآن أكثر من طرف، مع الأسف الشديد. الشرعية المعترف بها دوليا تحكم جزء من اليمن، والحوثي يحكم بكسياسة أمر واقع جزء أيضا من اليمن وبدعم من إيران. المجلس الانتقالي في بعض المدن في المحافظة الجنوبية يعني يسيطر وبدعم من الإمارات العربية المتحدة. هناك طارق صالح في المخا والساحل وما حوله ايضا يسيطر على هذه المنطقه، وهو طبعا هو عضو في مجلس القياده الرئاسي، ويقول انه محسوب على الشرعيه، لكنه هو الان مسيطر وبدعم من الامارات العربيه المتحده. وكما اسلفت لك سابقا بانه اذا تكلمنا كدوله هناك المساحه ما بين خمس، يعني حتى نقرب للمشاهد العربي، لو سلمنا وجود الدوله مع هذه التفاصيل والتي يعني فرختها الامارات وبعض الدول التحالف الدول الاقليميه، الدولة اليمنية أو المعترف بها تحكم ما بين 70-75% من مساحة اليمن. طيب. و 25% تحكمها ميليشيات الحوثي في المناطق الشمالية. طيب. بمعنى أن المناطق الجنوبية وتعز ومأرب وما حولها هذه وحضرموت والمهرة وكذا هذه تحكمها الدولة الشرعية. لكن في إطار الدولة الشرعية هذه 75% هناك جزء تحكمها ميليشيات تابعة للمجلس الانتقالي، والمجلس الانتقالي جزء منه في السلطة. طيب. لكن يستلم الميليشيات تستلم الرواتب ليس من الدولة، تستلم من الإمارات. ورئيس هذا المجلس الانتقالي اللي المسمى أيدروس الزبيدي هو عضو مجلس القيادة الرئاسي. طيب. يعني رجل في السلطة ورجل كما أقول يعني خارج. عندك طارق صالح وهو يعني يقود يعني مجموعة من المسلحة في الساحل والمخا، هو عضو ايضا في مجلس القياده الرئاسي ويعني ويمول من قبل دوله الامارات. لكن الجيش الوطني الان في المناطق هذه المحسوبه على الشرعيه هو يتبع الدوله ويسلم رواتبه من الدوله، يعني من الدوله وليس لا من السعوديه ولا من الامارات. وبالتالي لا نستطيع ان نقول بان اليمن مع الاسف الشديد يحكمها الدوله، لا، حتى الدولة فيها شركاء متشاكسون، لكن ما نأمله هو أن لكن ما يجمع عليه الكل أن العدو الأول في اليمن هو الحوثي. هذا مجمع عليه بأن العدو الأول وأس المشكلة في اليمن هي ميليشيات الحوثي المدعوم من إيران، هي التي انقلبت على الشرعية. لكن بقية هؤلاء يمكن التفاهم معهم، فإذا وحد اليمنيون وجهتهم حول العدو الأول ميليشيات الحوثي
البقية هذا سيتم التفاهم معهم عبر حوار وطني، وقد كان اليمنيون في مؤتمر حوار وطني بعد ثورة الشباب في 2011 إلى 2012 في 2014 كان في هناك مخرجات، لكن الذي انقلب على هذه المخرجات هو الحوثي وعادنا من جديد إلى نقطة الصفر. طيب دكتور عبد الباقي، تكلمنا كثيرا عن ما يحصل في اليمن من النواحي الأمنية والسياسية والاقتصادية، ولكن بدقيقتين لو تفضلتم في ذلك، على المدى القصير ما هو الحل للخروج من هذه الأزمة، أزمة اليمن؟ ما المطلوب في هذه المرحلة دكتور؟ المسألة في غاية التعقيد يعني، ومعي دقيقتين، لأنه الآن كما قلت لك أنه المجتمع الدولي ترك الدول الإقليمية تسيطر على السيادة وتشكل وكلاء محليين، ولكن ظل الملف اليمني الذي يديره مجلس الأمن الفصل طريق البعد الوطني، وبالتالي ملف يديره الجميع، يتحركون ويديرون أنا الآن سأكمل الآن يديرون ملفات، ولكن الملف ضعيف. ومن هنا أعتقد أن الحل هو إيجاد قوة وطنية أو ما يسمى بإدارة الزمن الانتقالي من خلال حركة وطنية أو تجمع وطني لا يتلقى المساعدات أو التمويل من دول الإقليم. دكتور الصوت متقطع والصورة متقطعة. الحقبة اليمنية. نعم. دكتور آسف جدا ولك. والآن طيب. نعم. تفضل. الحل الآن هو. نعم. إيجاد تجمع وطني، حركة وطنية على التمويل الذاتي مستقلة عن دول الإقليم. نعم. تحاول أن تحدث حراك، لأن ما يخطط اليمن هو أن يبقى هش وضعيف لعقدين أو ثلاثة. طيب. ومن هنا. إذا ما نحن دكتور متقطع دكتور أنا آسف جدا ويحدث حراك. نعم أكو خلل في الصوت والصورة التي تصلنا. دكتور أستاذ عادل المسني، بدقيقتين أو أقل من ذلك، كيف تنظرون إلى مستقبل اليمن؟ كيف يمكن أو يجب التعامل مع الحوثيين في المرحلة القادمة؟ والوضع في اليمن معقد للغاية، الأعداء كثر. أنا أختلف مع الدكتور صالح حين يقول العدو الأول، هو لا يوجد هناك أول ولا ثاني ولا ثالث، هناك أعداء كثر للدولة اليمنية، لا توجد دولة في اليمن، هناك ميليشيات تترى في الساحة اليمنية مدعومة من أكثر من طرف، وبالتالي كما قلنا يعني اليوم المجتمع الدولي يعود بقوة للسيطرة المباشرة على المنطقة، ومن خلال أيضا كثافة الأساطيل الموجودة في المنطقة العربية، وبالتالي إعادة ضبط إيقاع الهيمنة على مقدرات الشعوب العربية. وبالتالي أنا أتصور بأن هناك نضال كبير تقوده الشعوب العربية، وهناك تضحيات كبيرة من أجل هذه اللحظة، الخروج من هذا المأزق، الخروج والتحرر من الهيمنة الأمريكية وأدواتها في الإقليمية في المنطقة. أنا أتصور بأن الربيع العربي هو أحد علامات هذا التمرد، ومن ثم أيضا طوفان الأقصى، وطالما أن الشعوب العربية تدفع ثمن في سياق التحرر فحتما سنصل إلى هذا اليوم المشؤوم. نعم أستاذ عادل. دكتور صالح أخيرا، هل يمكن أن يعول الشعب اليمني على الجامعة العربية في إيجاد مخرج حقيقي وجذري للأزمة اليمنية بأقل من دقيقتين لو تفضلت؟ أنا أقول أن الحل في اليمن ليس الجامعة العربية، الحل في اليمن سيكون حلا يمنيا، والحل في اليمن ليس في السلام، سيكون عبر السلاح، وعلى الدولة أن تدعم الجيش الوطني. عندنا جيش وطني الآن، لكن ينقصه الدبابة، ينقصه المدفع، ينقصه الطيران. الجيش الوطني لو مكن ودعم من السلاح، ميليشيات الحوثي من خلال التجربة كما أسلفت أكثر من 20 سنة من 2004 إلى 2024 لم يلتزم بأي اتفاق، هو لا يؤمن إلا بالسلاح ويرغم الناس بالسلاح، يقتل، ينصب النساء، سجن النساء، تم حدوث مئات النساء في السجون، المعتقلات، المعتقلين أكثر من 20 ألف معتقل، يعني الشعب بدون رواتب، الجوع والفقر، هذا لا يؤمن إلا بأنه هو مقرب ومعتبد من الله وأنه له الحق في الحكم. مثل هؤلاء صعب، يعني بقية الأحزاب النظام السابق كان في نقاش، كان في حوار، كان في إلى حد ما انتخابات تختلف معه، لكن هذا تختلف معه الجواب هو بالسلاح، وبالتالي الاتفاق مع هذا والحل مع ميليشيا الحوثي ليس بالسلام لكن بالسلاح. وأنا أؤكد لك
لن يكن في اليمن حلا إلا بقوة السلاح، والمطلوب هو دعم الجيش الوطني بكل أنواع الأسلحة. طيب. وأنا أعتقد أنه خلال أسبوع أسبوعين سيصل الجيش الوطني إلى أبواب صنعاء، وسيخرج الناس يستقبلون الجيش الوطني. كان قد وصل إلى أبواب مدينة صنعاء، ولكن جاء خط أحمر من أمريكا ومن بعض الدول الإقليمية ألا يتقدم. ولذلك من يقف ضد الجيش الوطني هم أمريكا وبعض الدول الإقليمية التي لا تريد الاستقرار للشعب اليمني. مشاهدينا الكرام، كان معنا عبر سكايب أستاذ علم الاجتماع في جامعة صنعاء الدكتور عبد الباقي شمسان. دكتور عبد الباقي، شكرا جزيلا لكم. وأيضا كان معنا عبر سكايب الباحث في العلاقات الدولية الأستاذ عادل المسني. أستاذ عادل، شكرا جزيلا. وكان معنا ضيفا في الاستوديو باحث يمني ورئيس مؤسسة ين يمن الإعلامية في إسطنبول الدكتور صالح الجبري. شكرا جزيلا لكم دكتور، وشكر موصول لحضراتكم. مشاهدينا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.